بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 12. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل الكلام في تدبر الآيات السابقة من قوله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، إلى قوله تعالى: وكان الله بكل شيء محيطا. وفي الحلقة التي قبل هذا أخذنا بعض الأحكام من أول تلك الآيات، ونواصل الآن. نقول: يؤخذ منها أن الجنة لا تدخل إلا بعمل، لا تدخل بالأماني ولا تدخل بالشرف والجاه ولا تدخل بالمظاهر والفخر، إنما تدخل بالعمل الصالح من أي كان، فقيرا أو غنيا، ملكا أو صعلوكا، أو نسيبا أو غير نسيب، لا تدخل إلا بالعمل الصالح، كما قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فقوله تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة، فجعل دخول الجنة ثمرة للعمل الصالح الذي عمله الإنسان في الدنيا. فإن جاء وافى الآخرة وليس له عمل صالح فإنه لن يدخل الجنة، وإنما يكون من أهل النار. وإذا وافى الآخرة وعنده عمل صالح وعنده عمل سيء، فإن كان لا يشرك بالله شيئا، عقيدته سليمة ولكن عنده بعض المخالفات، فهذا تحت مشيئة الله جل وعلا. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ويؤخذ من هذه الآيات نفي الظلم عن الله سبحانه وتعالى، فالله لا يظلم أحدا، لا يظلم المسلم بأن ينقصه شيء من حسناته، ولا يظلم الكافر بأن يعذبه على أعمال لم يعملها، وإنما يجازي الإنسان بعمله خيرا أو شر، فلا ينقص المسلم من حسناته ولا يعذب الكافر بسيئات لم يعملها. ولهذا قال جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. نفى عن نفسه الظلم سبحانه، والمضاعفة هذه فضل منه سبحانه وتعالى، يضاعف لمن يشاء فضلا منه سبحانه وتعالى. وفي الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالظلم مرتعه وخيم وعذابه أليم، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فالعباد قد يقع منهم ظلم، أما الله جل وعلا فإنه منزه عن الظلم، فلا يظلم ولا يظلم ربك أحدا. وفي الآيات أن الله يجزي، أن الله يجزي على العمل الصالح وإن قل، وإن تك حسنة يضاعفها. وإن تك حسنة نكرة في سياق الشرط تعم كل حسنة، صغيرة كان أو كبيرة.
ولهذا قال سبحانه وتعالى: ولا يظلمون فتيلا. والفتيل هو أقل شيء، وهو النقرة التي في ظهر النواة، وهي أقل شيء، الله لا يظلم فتيل، ما يعادل الفتيل، لا يظلم الكافر بمعاقبته على شيء لم يفعله، ولا يظلم المسلم بنقصه من حسناته، فهو جل وعلا منزه عن الظلم وإن قل. ثم قال: ومن يعمل من الصالحات، فدل على أن العمل يكون سيئا ويكون صالحا، وهذا حسب ما يوفق له الإنسان في هذه الدنيا، وهو لابد إما أن يكون عمله صالحا أو سيئا. فليحذر المسلم من سوء العمل ويحرص على حسن العمل. ويؤخذ من هذه الآيات أن العمل إذا اجتمع فيه الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم كان حسنا، وإن خلا من هذين الشرطين أو من أحدهما كان سيئا. فما كان خالصا وصوابا على سنة الرسول فهو حسن ومقبول عند الله، وما كان خالصا لكنه غير موافق لسنة الرسول فهذا بدعة وهو سيء. والعكس، إذا كان موافق لسنة الرسول ولكنه مخالف في الإخلاص لله عز وجل فهذا أيضا عمل سيء، حتى يكون خالصا صوابا. هذا هو العمل الذي ينفع صاحبه. يؤخذ من هذه الآيات أن دين محمد صلى الله عليه وسلم هو دين إبراهيم. قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقال في هذه الآية: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وهو المراد به محمد صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه، كما قال تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فهذا الرسول هو الذي على دين إبراهيم، ومن اتبعه فهو على دين إبراهيم. وأما من خالف هذا الرسول بعد بعثته صلى الله عليه وسلم وشاق الله ورسوله فهذا ليس على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ويؤخذ من هذه الآيات أن من لم يتبع دين محمد صلى الله عليه وسلم فليس هو على دين إبراهيم وإن ادعى ذلك. فاليهود الآن والنصارى يدعون أنهم على ملة إبراهيم وهم كاذبون، لأنهم لو كانوا على ملة إبراهيم لاتبعوا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما لم يتبعوه لم يكونوا على ملة إبراهيم عليه السلام. بل إنهم الآن يقولون الأديان الثلاثة، أديان إبراهيم الثلاثة، اليهودية والنصرانية والإسلام، وحاشا وكلا، فإن الله جل وعلا يقول: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. واليهودية والنصرانية حدثت بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وما أنزلت التوراة إلا من بعده، فكيف يقولون إن إبراهيم يهودي أو يقولون إنه نصراني؟ هذا من الكذب على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فيجب أن لا يغتر بهذه المقالة التي يريدون بها طمس الحق ومساواة الحق بالباطل، وأن الإسلام واليهودية والنصرانية الآن هي دين إبراهيم ويجب التآخي بيننا. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
فليس هناك دين على وجه الأرض يقبله الله إلا دين هذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وهو دين إبراهيم الدين الصحيح الذي أمر الله محمد صلى الله عليه وسلم باتباعه. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.